بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد. كرة البلد في كل بيت في البلد. في هذه الحلقة، لا صوت يعلو في مصر حاليا سوى انتخابات مجلس الشيوخ. بدأت الانتخابات في مصر بالأمس وتستكمل اليوم، وعلى الشعب المصري العظيم النزول. انزل شارك، قول صوتك، قول رأيك، علشان يجي مجلس شيوخ يعبر عن رأي الشارع. زي ما حضراتكم عارفين ان شاء الله ان مجلس الشيوخ عبارة عن 300 عضو. 100 عضو هيتم تعيينهم بمعرفة السيد رئيس الجمهورية، و100 عضو قائمة، و100 عضو فردي. النهاردة آخر يوم في الانتخابات. أعزائي المشاهدين، حافظ على صوتك وحافظ على بلدك وانزل وشارك. دي اولى يعني التنبيهات او الشيء اللي احنا كنا عاوزين نتكلم فيه مع السادة المشاهدين في بداية هذه الحلقة. اولى فقراتنا في هذه الحلقة فقرة الاخبار. اولى الاخبار معانا النهاردة ايجابيات المسحات بالقسم الثاني. بالفعل زي ما حضراتكم تابعتم، بدأ الدوري المصري وبدأت المباريات وظهر بعض الحالات الإيجابية في الدوري المصري، وتم تأجيل بعض المباريات. وبالفعل في القسم الثاني بدأ يجري هناك مساحات للأندية، وظهرت إيجابيات في بعض الأندية، مثل يعني فريق الأولمبي ظهر فيه 8 حالات إيجابية، 3 من الجهاز الفني والإداري، و2 من العمال، و2 لاعبين. على الجانب الآخر ظهر أيضا حالات إيجابية في فريق أبو قير للأسمدة، 13 حالة، منهم 7 لاعبين و4 بالجهاز الفني و2 عمال. وأيضا ظهرت 3 حالات إيجابية في نادي الترسانة، وباقي الفرق تم إجراء المساحات لها وظهرت سلبية. كل الشفاء، ونتمنى كل الشفاء لكل اللاعبين مصر في الدرجات المختلفة وفي الأقسام المختلفة. دي أولى الأخبار معانا النهاردة. تاني خبر، محمد عبد الله نجم النادي الأهلي ونجم نادي الزمالك مديرا فنيا لكوكا كولا. تولى محمد عبد الله نجم الأهلي والزمالك السابق الإدارة الفنية لنادي كوكا كولا، خلفا للكابتن ممدوح عبد الحي المدير الفني السابق، لاستكمال الموسم بمجموعة القاهرة المجموعة الثانية. الخبر الثالث معانا النهاردة، اتحاد الكرة يحتفل بالسعيد بعد دخوله نادي المئة. عبد الله السعيد، احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم باللاعب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز حاليا، حيث لعب السعيد لأندية الإسماعيلي والأهلي وحاليا بيراميدز. عدد المباريات التي لعبها 448 مباراة، أي 35,633 دقيقة. عدد الأهداف بكل البطولات 124 هدف. عدد صناعة الأهداف 91 صانع ألعاب أو صنع أهداف. عدد الأهداف بالدوري المصري 104 هدف. أحرز 36 هدف مع الإسماعيلي، و50 هدف مع الأهلي، و18 هدف مع نادي بيراميدز. الخبر الرابع النهاردة معانا، اتحاد انطلاق القسم الثالث والرابع بالدوري المصري أول أكتوبر. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقات القسم الثالث والرابع أول أكتوبر القادم، على أن يعود الفرق لفترة الإعداد والمساحات في 25 أغسطس الجاري. بعد كده معانا الفقرة الثانية المعتادة دائما معانا في برنامج كرة البلد، صورة وتعليق. الصورة الأولى معانا النهاردة هتظهر معانا على الشاشة، صورة الكابتن أحمد الكاس.
الكابتن احمد كاس اللي كثيرا من الساده المشاهدين ما يعرفوش ان هو تلقى عرضين، واحد من تشيلسي والتاني من يوفنتوس. كشف الكابتن احمد الكاس لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق عن تضحيه او ضحى بعرضين من تشيلسي الانجليزي ويوفنتوس الايطالي خلال سيرته بالملاعب بسبب رفض اسرته. الصورة التانية معانا النهاردة دونجا أثناء توقيعه لنادي بن عبيد. دي كابتن عماد دونجا كان بيلعب في نادي أجا، ويعني عمل مباراة العمر أمام فريق بن عبيد وهو بيلعب في القسم الثالث، ويعني كان أكبر أمانين اللي هو يلعب في نادي بن عبيد باجتهاده بإخلاصه. لعب في بن عبيد ثم انتقل لنادي الأسيوطي وحاليا بيراميدز، ويجري مفاوضات مع نادي الزمالك لضمه في وسط فريق الزمالك. بعد كده معانا الصورة الثالثة النهاردة، صورة الكابتن رضا عبد العال. والكابتن رضا عبد العال أصدر تصريحات غاضبة من إدارة نادي الزمالك بسبب توقيع عقوبة على كل لاعب 100,000 جنيه عقب التعادل أمام الاتحاد السكندري. وان شاء الله يكون معانا الكابتن رضا عبد العال في مداخله هاتفيه النهارده. الصوره الرابعه معانا النهارده مشجعه اهلاويه متعصبه، هنشوفها معانا على الشاشه. معانا النهارده في حلقه اليوم هنحاول ان هي تكون يعني حياديه. معانا النهارده الاعلاميه والزميله سمر حسن، الاعلاميه النهارده في الفقرة التالية إن شاء الله هتبقى حلقة مميزة فيها مجموعة كبيرة من الضيوف، مجموعة كبيرة من الانفرادات، هنشوفهم بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ومعانا النهاردة نجوم من العيار الثقيل. معانا النهارده دائما ما يصنع الابتسامة في نادي بن عبيد، ودائما من عندما يكون مديرا فنيا يصعد ببن عبيد من القسم الثالث الى الممتاز به. معانا ومعاكم النهارده النجم الكابتن عادل صديق المدير الفني لفريق بن عبيد. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن محمد، وانا سعيد بوجودي النهارده وبشكرك على الكلمات الجميلة دي، وسعيد بالناس الموجودة طبعا كابتن سمر وكابتن حمدي، وبقول لكم سنة وانتم طيبين. ومعانا ومعاكم النهاردة برضك أعزائي المشاهدين قلنا مشجعة مشاغبة لكن إعلامية متميزة. معانا النهاردة الإعلامية سمر السيد مقدمة برنامج كوكب الست سمر، ودائما ما يعني ما لها من مواقف رياضية كبيرة، ودائما ما تعمل بالبرامج الرياضية. النهاردة يعني هنكون حياديين، وبنرحب بالزميلة سمر السيد. ربنا يخليك يا استاذ محمد، انا اللي مبسوطة ان انا كنت معاك، ومبسوطة ان مش ده اول تعاون كان ما بيني وما بينك. اكيد اتعاملنا مع بعض قبل كده في الاذاعة، وكنت من اكتر الناس اللي بتمدني بمعلومات مع الموسوعة كابتن بهي. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا كابتن يا استاذه سمر، بلاش كابتن سمر دلوقتي عشان نبدا الحلقه كده يعني واحنا حيادين. ومعانا ومعاكم النهارده الناقد الرياضي الكبير وعلامه من علامات الكره المصريه كابتن حمدي مرجان. اهلا بك يا كابتن حمدي. اهلا وسهلا يا كابتن محمد، انا بحييك على البرنامج الجميل ده، وبحيي الكابتن عادل والاعلاميه المتميزه الاستاذه سمر حسن. هنبدأ يعني بالكابتن عادل صديق النهارده. كابتن عادل صديق، رأي حضرتك كمدير فني في استئناف الدوري المصري وأيضا الأقسام المختلفة؟ والله احنا بنقول طبعا استكمال الدوري، يعني المسؤولين اللجنة الخماسية والناس المسؤولة في الدولة أو تخص الرياضة كان لهم وجهة نظر بعودة الدوري تاني. أنا كان ليا وجهة نظر إن أنا كان ممكن ما يستكملش الدوري في الظروف اللي كانت بتمر بيها البلاد، موضوع وباء كورونا، كان ممكن يبقى في فترة ان انت بتشوف الحلول ايه، ان عدم استكمال الدوري وتتحسم الامور من الممتاز به، ان انت بتكمل الاربع خمس مباريات بتوع الممتاز به، عشان انت مش هتنزل حد، شكلها مش هينزل حد من فوق اصلا، لان استكمال الدوري في المرحلة دي
بيعطل حاجات كتير جدا. اللي انا شايفه الدوله رات بعد تحسن او تقليل عدد الحالات ان هي تستأنف الدوري علشان تسير العمليه في مصر، يعني سواء كان العمل في المصانع والعمل في الجهات المختلفه واستئناف الدوري المصري عشان تعود الحياه لطبيعتها مره تانية. مش بعودة الدوري هتعود الحياة لطبيعتها مرة تانية يا كابتن محمد. النهاردة أنت بترحل دوري تاني جديد لشهر 11، يعني الأقسام اللي تحت إذا كان ممتاز بيه ولا الدرجة التالتة ولا الرابعة، اللعيبة عندنا هيقعدوا سنة كاملة والمدربين والأجهزة الفنية من غير شغل، يعني من شهر 3 قاعدين هنقعد كمان لشهر 11 لو الدوري الجديد هتلعب في شهر 11. لحد النهاردة لا إحنا عارفين نظام الدوري إيه، مين صعد ومين هبط، أو المسابقات هيبقى شكلها إيه، لا قادرين نجيب لعيبة ولا قادرين نتعامل ولا قادرين يبقى في تعاقدات مع حد، واحنا كمديرين فنيين او مدربين وعمال ولاعيبه كله قاعد في البيوت لحد النهارده. تمام. انا بقول كان ممكن يبقى في حل تاني ان انت بتعلن عن دوري جديد خالص، بتنظم انت الوضع اللي انت هتشوفه، في نزول من الممتاز مفيش، بتشوف مين اللي هيصعد من الممتاز ب، انت قلت قبل كده اللجنه الخمسه قالت ان اوائل الدرجات الثالثه هتصعد، تمام، في ماتشات لسه باقيه هتكملها، انما انت هتكمل الدوري الممتاز 18 مباراه مع الحالات اللي بتيجي مفاجاه في المصري، لا مش عارف انت بتعمل مساحات النهارده على الممتاز ب، تمام، اقول لك في سمادة ابو قير 12 حاله، لا في الاولمبي 6 حالات، يا عم انت عايز تراجع الامور ديت كلها، ما تعملش مساحات ولا حاجه، خد تحليل او عينه الدم وراجع الامور بطبيعتها. انت لو كشفت على الشعب المصري كله هتلاقي 3/4 عنده كورونا كده. تمام. يعني طب ده نستاذن حضرتك ونروح للزميله سمر السيد، يعني ايه راي حضرتك في رجوع الدوري وفكره تزامن الدوري الجديد مع الدوري القديم؟ انا شايفه ان معظم الدوريات العالم رجعت، تمام، لان هم عندهم بطوله ومحتاجين ان كل نادي يدخل البطوله بتاعته. تزامن الدوري ده مع الدوري الجديد انا شايف ان هو فرصه حلوه للعيبه، يبتدوا ان هم ينزلوا يدخلوا في الاجواء، يبتدوا ان هم يعدوا تاني، يبقى فرصه ان هم يبقوا يعني ياخدوا على الاجواء ويشوفوا هم ايه اللي ناقصهم. حته الكورونا هم بقالهم كام شهر قاعدين، بقالهم كتير قاعدين، وخاصه ان لسه في عندنا انديه زي الاهلي والزمالك لسه فيها ليها مباريات افريقيه يعني، وايضا نادي زي نادي الاسماعيلي اللي في مشترك في البطوله العربيه، هم ليهم بطولات، ليهم بطولات هتتلعب ولسه الدوري شغال، بس انا شايفه ان هو مساحه حلوه للعيبه ان هم يشوفوا برضو يعني الاجواء، يدخلوا في الاجواء، بقى لهم كتير ما لمسوش كوره، بقى لهم كتير مش عارفين مستواهم وصل لغايه ايه، عشان كمان يعني يبتدوا يدخلوا في الاجواء والناس كمان اشتقت بقى للكوره. كابتن سمر كده هيبقى في ضغط جامد جدا على اللعيبه، يعني هتلحم موسم في موسم، يعني طب انت هتلعب الماتشات اللي جايه ديت سبت وثلاث مثلا ماتشين في الاسبوع وهتدخل على موسم جديد، طب هتدي هو يعني فتره الاتحاد اللجنه الخماسيه اعلنت ان بدايه الدوري الجديد في اول نوفمبر اول 11 ان شاء الله الدوري الجديد يعني. طب والدوري ده هيخلص امتى؟ 2010 مثلا؟ مع نهايات يعني هيبقى الدوري هيبقى يلتحم في الدوري الثاني، هيبقى قريب من بعض. هو افاده للعيبه، انا شايف ان هو افاده للعيبه اكتر، ان هو يبتدي يخشوا في اللياقه بتاعتهم، يبتدوا يشوفوا مين اللي عايز يكمل، مين اللي عايز يحترف، السوق يمشي شويه. انما فكره ان انت هتستنى تمسح ده وتبتدي على نظافه، مش حكايه على نظافه، انا بدي فتره استشفاء كويسه جدا للعيبه، كل نادي بيعمل فتره الاعداد بتاعه بشيء من الراحه شويه، تمام، مفيش ضغوط، تمام، كمان الجو اللي احنا فيه حاليا مش جو مباريات، يعني ده كان كله بتبدا فترات الاعداد للدوري الممتاز، الدوري بيبدا في 10 9 الممتاز بيه بعده باسبوع، الدرجات اللي بعده كمان في جزئيه، لو انت بتبص للدوري الممتاز بس ده مشكله ثانيه بقى بتاعت الرياضه في مصر. انا من وجهه يعني نظري يا كابتن عادل، يعني وجهه نظري ان في انديه يعني وصلت لقرابه المسابقه بتاعتها وصرفت فلوس كتيره جدا السنه دي، ولو اتلغى الدوري السنه دي كانت كل الفلوس اللي هي صرفتها ده كانت راحت عليها، وبالرغم ان هم صعدوا لدرجات اعلى، لكن هو اللي عملته الدوله وعملته القياده السياسيه وعملوا اللجنه الخماسيه، انا من وجهه نظري حاجه كويسه جدا، وبتدي لكل واحد حقه، يكمل مسابقات وانت عاوز تصعد اصعد، والكره لسه في الملعب يعني، واللي يهبط يهبط، هم عاوزين في نهايه السنه يلغوا الهبوط، لكن الناس اللي صعدت وتعبت ديت لازم تاخد يعني حظها في الصعود. كابتن حمدي مرجان، نروح لكابتن حمدي مرجان، شايف اتعمل مساحات في الدوري المصري وفي القسم الثاني وظهرت بعض الايجابيات، في القسم الثالث في 178 فريق، تمام، ال 178 هيتعمل لهم مساحات، وانا شايف ان في وجهه نظر بتقول ان اتعمل لهم تحليل دم البي سي ار واشعه على الصدر فقط. هل يتم معامله دوري القسم الثالث والرابع
يعني البشر دي غير البشر التانية؟ بص يا كابتن، هو مش هيتم معامله الدرجه الثالثه زي القسم الاول والثاني اولا عشان تبقى فاهم كده. تمام. الاول القسم الرابع الثالث ده ما فيش فيه الا ماتشين اتنين، فمن الصعب ان هو يعمل له ثلاث اربع مسحات. انما حته رجوع قرار الدوري احنا هنتابع معانا على الشاشه بعض المساحات اللي اتعملت لبعض الانديه. معانا مديره التحرير مارينا جمال هتعرضه لنا على الشاشه، اتفضل. فقرار رجوع الدوري ده يا كابتن قرار صائب جدا عشان المسابقات الافريقيه اللي موجوده للزمالك والاهلي، واحنا النهارده عشان الدوري يتلغى تاني. تمام. هبدا الجديد امتى؟ لو في نوفمبر، اولا غلط في نوفمبر. تمام. انت النهارده كابتن عادل ذكر حته بيقول لك عمليه الاستشفاء، احنا بقى لنا اربع شهور قاعدين. استشفاء ايه؟ النهارده بكمل الدوري ده اذا كان الثانيه او الممتاز وابدا في بطوله جديده. تمام. بتتكلم النهارده، انا ما بتكلم في جزئيه يا كابتن حمدي، مش عمليه استشفاء النهارده. انت النادي المصري ظهر عنده كم حاله؟ بص يا كابتن، النادي المصري عمل التحليل وعمل المساحات وكان سليم 100%. وبكره هيظهر ايا كان النادي المصري جاله كورونا دي بعد ما لعبوا مع الزمالك. تمام. كابتن منهم حضر ما فرح جه عدل لعيبه دي. تمام. احنا مش مسؤول عن كده. مش كل النهارده ما واحد ظهر له كورونا هنأجل الدوري. احنا عندنا مسابقه افريقيه لمنتخب مصر والفرق الاهلي والزمالك وبيراميدز وبقيه الفرق، فانا لازم الدوري يستكمل يا كابتن. وبعد كده اتعمل دوري جديد، ما اتعملش انما نلغي بطوله. دوري جديد؟ لا، ما انا ملغيش يا كابتن دوري النهارده والغي بطوله علشان افكر في الجديد. انت دلوقتي احنا ما بنلغيش، احنا مش اصحاب قرار عشان احنا نلغي. وجهه نظر يا كابتن عادل، هي وجهه نظر بنلغي. يعني الدوري شغال، احنا بنتكلم. هو بيقول لي وجهه نظرك، انا بقول له وجهه نظري كانت كذا مثلا. خدت بالك؟ انت بتتكلم في جزئيه، مش بنلغي، احنا مش اصحاب قرار. طيب هنسيب موضوع استئناف الدوري، وهل الكلام ده صحيح ام خطا؟ هو عمره ما هيرجع للدرجه الثالثه، دي يرجع للاتحاد الكوره. هندخل في موضوعنا. انت عارف في انديه في الدرجه الثالثه بتقول ايه؟ انا عمري ما هرجع لعيبتي وصرف بتاع 500,000 في اسبوعين ثلاثه، عايزين رواتب وعايزين فلوس وعايزين حاجات. هتوقع عليه عقوبات يا كابتن عادل في اي حاجه هتطبق على الكل. هنرجع لموضوعنا تاني. كابتن عادل صديق المدير الفني لفريق بني عبيد، ازاي انت صعدت فرقه بني عبيد لدوري القسم الثاني قبل نهايتها باسبوعين؟ الحمد لله والشكر لله. طبعا احنا كان عندنا هدف من البدايه مع اللعيبه ومع مجلس اداره بقياده الدكتور ارماس، ان احنا النهارده عشان عادل صديق يرجع كان انا ليا هننافس، هنعمل بطوله، هندخل كده تمثيل مشرف. قال لك لا، ده احنا عايزين نصعد. فتوفرت الحمد لله كل الحاجات المتطلبات من بدايه الموسم في استقطاب لعيبه جيده، كان في دعم كويس جدا من المعسكرات، كان في عهد من البدايه او في ان احنا ماشيين على مبدا ان شاء الله باذن الله موضوع الصعود. فكان اولا كان دوري قوي جدا، مجموعه الدقهليه دي معروفه في القسم الثالث، الفرق كلها ديربي في الدقهليه، كان التصدر طبعا من البدايه. طيب معانا بعد اذن الله استاذن حضرتك يا كابتن عادل، معانا نجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك ونجم النادي الاهلي كابتن رضا عبد العال. اهلا بك يا كابتن رضا. استاذ محمد ازي حضرتك؟ منور كره البلد، ودايما يعني بتبقى متواجد معانا، بتنور الحلقه اللي حضرتك بتبقى موجود فيها. حبيبي يا كابتن محمد. يعني وجهه نظر حضرتك في الكابتن عادل في طبعا كابتننا الراجل المحترم. الله يخليك. تسلم يا كابتن رضا، تسلم. بنسعد بيك في اي مكان يا كابتن رضا، بنسعد بيك كل سنه وانت طيب. ومبروك ومبروك، وعقبال ان شاء الله ما تكسر الدنيا في الممتاز وتطلع. ربنا يبارك فيك. وبعدين احنا كنا سعيدنا بيك في بني عبيد، يعني انت شرفت بني عبيد وكنت طبعا مدير فني على مستوى عالي يعني. طبعا دكتور ارماس والرجاله المحترم كلهم. كل سنه وانت طيب ومنورنا يا كابتن رضا، منورنا حبيبي يا كابتن مصر. معانا الزميله سمر السيد برضك، هي اهلاويه يعني متعصبه، لكن احنا النهارده مخليينها حياديه يا كابتن رضا. تحياتي ليها طبعا. ومعانا الناقد الرياضي كابتن حمدي مرجان. اهلا وسهلا. حبيبي يا كابتن. كنا عاوزين حضرتك يعني نسال حضرتك سؤالين بس. وجهه نظر حضرتك في استئناف الدوري المصري والاقسام المختلفه، ده السؤال الاولاني. والسؤال الثاني وجهه نظر حضرتك نحو طبعا يا كابتن محمد نجاوب على الاولاني وبعد كده تقول. تمام، اتفضل اتفضل. يعني طبعا عوده النشاط انت شايفها في مستوى غير لائق بالكره المصريه. تمام. كان لازم يعني انت عايز تستأنف، لازم تدي فتره الاعداد اكبر من كده. تمام. يعني وقت اكبر من كده عشان ما يبقاش في اصابات، عشان انت بتشوف بعد ربع ساعه من الشوط الثاني الفرقتين سواء اهلي او زمالك او اي فرقه بتلعب المستوى كله بينحضر وينحصر
بين نص الملعب وتحس كده ان اللعيبه مش قادره تشيل رجليها. فعلا بنحس ان اللعيبه ناقصها لياقه جامد خالص يا كابتن رضا. ليه بقى؟ لان فتره الاعداد مش كافيه. انت قلت 1/7 ولا 2/7 يبداوا النشاط، وتبدا 1/7/8 ولا 6/8 الدوري شهر، بالنسبه للخمس شهور اللي اللعيبه ريحتهم ده كتير قوي. انت لازم تاخد اقل حاجه 3 شهور. اقل حاجه تاخد 3 شهور عشان اللعيب يبدا يخش تمام اللياقه البدنيه بتاعته، عشان تبدا تقول في مستوى، عشان تبدا تقول ان في الكره ما الخمس شهور ما اثرتش على اللعيبه ولا على المدربين ولا على الاداء ولا على المستوى ككل يعني. تمام. فانا شايف ان هي كانت مش عارف ضاغطينها ليه كده ومش مديين مساحه ليه. عايز ترجع الدوري ما ترجعه، بس ادي للفرق الاستعداد بتاعها القوي عشان لما ترجع نرجع بالشكل اللي هو الكويس يعني، حتى وعشان هيكون دي استعداد الموسم القادم كمان عشان هتلحم الموسمين ببعض. بالظبط كده، انما كده يبقى في اصابات كتيره في يعني اول مدير فني بيمشي بتاع نادي طنطا بعد الهزيمه طبعا. تمام تمام. هو ذنبه ايه؟ مع الراجل بقى له 5 شهور قاعد وما خدش الفتره الكافيه عشان فرقته ترجع، فلازم تمام. يخسر. واخد بالك؟ فكده بقى انت هتشوف بقى يعني الايام اللي جايه اصابات كتيره قوي ومشي مدربين كتيره قوي، وكل ده ظلم للكره المصريه وظلم للمدربين وللعيبه ولحتى المشاهد اللي قاعد بيتفرج، لان لا بيستمتع ولا بيحس بفرقته اذا كانت هتقدر تكمل في افريقيا ولا مش هتقدر. بصراحه يعني كل المخاوف دي المشاهد عنده حق فيها يعني. تمام يا كابتن رضا، السؤال الثاني لحضرتك، وجهه نظر حضرتك يعني حول يعني انت وجهه نظر حضرتك يعني بعد قرار اداره نادي الزمالك في توقيع العقوبه على كل لاعب 100,000 جنيه غرامه بعد التعادل مع الاتحاد السكندري. بص اقول لحضرتك على حاجه، وانا قلت الكلام دوت على الهواء بعد الماتش على طول، المستشار مرتضى مفروض ان انت لو عايز تخصم اخصم من المدير الفني رقم 1. تمام. لان انت كسبان وشايف فرقه الاتحاد لا حول ولا قوه ولا بتهاجمك ولا بتاع، وزي ما قلت لك كده بعد ربع ساعه من الشوط الثاني كله بيلعب ان ما اخشش فيه جوانا اكتر. فواقف ورا، فانت قمت جاي عامل تغييرتين اللي هي بتطلع محمد حسن وحازم امام بتفضي الباك رايت الجبهه اليمين ونص الملعب، ونزلت 2 بيهاجموا. طب والاثنين اللي بيهاجموا دولت لا هاجموا، مفيش الا هو بن شرقي اللي عمل جونين، انما الراجل الثاني اللي اسمه اوناج ما عملش حاجه. تمام. فانت لو عايز تخصم اخصم من المدير الفني اللي هو بوظ الدنيا صح كلها. صح. وبعد كده حتى لو هتخصم من اللعيبه ما يبقاش ب 100,000 جنيه يعني اللعيبه، لان لازم تعذرهم ان هم قدامهم فتره قبل ما يخشوا للمستوى اللي هو بتاع الاحتكاك المشار. سيبك من ماتشين ايبرديين اللي هم عملوهم مع سموحه وطنطا وكل ده، انت عايز حوالي 30 40 ماتش. تمام. ان 5 شهور، 5 شهور كتير، واخد بالك؟ وبعدين قبل ما تخش الماتشات ان انت لازم تعمل فتره اعداد كويسه عشان هي اللي توقفك، عشان تعمل ماتشات الوديه، عشان هي اللي توقفك انك تلعب الماتشات الرسميه. فانت كل ده انت عارف، انت جيت على ما عملتش اساس، انت جيت على وش الارض كده وقمت جاي باني. تمام. ففي اي وقت المبنى هتقع. تمام. دي رقم 2. يعني انا شايف ان سياده المستشار عايز تخصم اخصم من المدير الفني. تمام. واخصم ماشي من اللعيبه، بس اخصم مثلا 20,000 25,000 لان هي دي ده اخرهم. تمام. يعني ده اخر اللعيبه، دي اللياقه البدنيه اللي هم اكتسبوها الفتره اللي فاتت دي، مش هيدوك اكتر من كده. وخلي بالك برضو فرقه النادي الاهلي كده واي فرقه في الدوري كده، لان الخمس شهور زي ما قلت لك كتير جدا جدا. فانت ما تخصمش من اللعيب، ما توقعوش نفسيا، لان اللعيب ده هو اللي انت هتحتاجه الفتره اللي جايه. المدرب مش هيلعب، المدرب هو اللي قافته يتحمل نتيجه الفتي بتاعه، انما اللعيبه دي لا، انا ممكن ما اخصمش منها. واديهم انذار ان انا لو الماتش اللي جاي دوت كان بنفس المستوى والنتيجه مش كويسه، لا هخصم منكم بقى. يعني انت هتديهم الاول انذار وبعد كده تبدا تقول الكلام ده. بس انا عاذر اللعيبه، لان اللعيبه هتفضل كده لغايه ما تبدا تدريجيا تخش في الفورم. شكرا يا كابتن رضا. شكرا كابتن رضا عبد العال، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك والنادي الاهلي، على هذا التوضيح المتميز. اعزائي المشاهدين بنخرج فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام، ويسعدنا أن يكون معنا في الفقرة التانية النهاردة اللاعب عمرو أشرف، لاعب نادي الزمالك، لاعب نادي الأهلي السابق. كان بيلعب في ناشئين النادي الأهلي وأخذ معاهم الدوري المصري عام 2014، وهيقول لنا على مسيرته ولعب مع اللي صعده الكابتن علي ماهر والكابتن محمد يوسف، واللي جاي اللي جابه النادي الاهلي بدري رجب، وانتقل لنادي المقاصه بقياده الكابتن ايهاب جلال، وبعد كده راح النصر للتعدين مع كابتن عبد النبى عاشور، ثم مع بلديه المحله الكابتن ياسر رضوان، ومع بني عبيد نجم الصعود الكابتن عادل صديق، واخيرا الشرطه حاليا في القنطره. اهلا بك يا كابتن عمرو. اهلا بك يا كابتن محمد، وانا مبسوط وسعيد ان انا مع كابتن عادل واستاذه ساره، وبتشرف سمر. سمر سمر، انا سميت اسماء كتير. انا هحفظ كده باسمي تاني. على فكره اهلاويه يعني متعصبه، مش قاعد جنب الاهلاويه يعني الناحيه دي اهلاويه. كابتن عادل يعني واخد كورنر لوحده. عمرو، عاوزين نعرف بداياتك كده مع النادي الاهلي، وحققت بطولات معاهم، وعرف الساده المشاهدين ببدايتك كده مع النادي الاهلي. والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنت في نادي اسمه نادي منشيت البكري، كنا بنلعب النادي الاهلي ماتش ودي، والكابتن بدر رجب شافني وقال لي احنا عايزينك معانا. كنت سنه 2005، وبعد كده مضيت في النادي الاهلي، وطبعا ده كان شرف لاي حد، وما كنتش مصدق نفسي ان انا العب في النادي الاهلي. في صور ليك يا ريت مارينا تعرضها لنا وهو في النادي الاهلي كده، اتفضل كمل كلامك. وبعد كده الكابتن بدر رجب هو طبعا مكتشف النجوم دي اللي انت حضرتك شايفها يا كابتن محمد، اتعلمت تحت ايده واتدربت. لعبت مع مين من جيل النادي الاهلي؟ لعبت مع كان جيلي تريزيجيه ورام ربيعه وكريم بامبو واحمد حسن كوكا، الناس دي كلها احنا متربيين سوا مع بعض. تمام. ولحد دلوقتي بكلمهم. صورك بتعرض على الشاشه اهيت وانت في النادي الاهلي، اتفضل. لحد دلوقتي انا بكلمهم ويكلموني، والكابتن بدر رجب اختارني من ضمن وسط طبعا دي احلى ايام، يعني احلى ايام في النادي الاهلي. تمام. لعبت كام سنه في النادي الاهلي يا عمرو؟ لعبت 10 سنين. وخدت الدوري مع الكابتن فتحي مبروك، كان الكابتن علي ماهر هو اللي صعدنا. تمام. والكابتن فتحي مبروك لعبنا، وكان كنت بتلبس رقم 15؟ كنت بلبس 15، وكان في 38 اول ما لعبت فوق عشان معنا. في الفريق الاول. مع الفريق الاول. تمام. والكابتن فتحي مبروك كان هو اللي مديني الثقه، والحمد لله كنت قد الثقه وجريده بعد كده، وجي اقتنع بيا ولعبني، بس كان في طبعا ظروف ومشاكل في النادي، فاضطروا ان هم يطلعوني اعاره لمصر المقاصه، ومن هنا اللي كان طالبني في مصر المقاصه الكابتن طارق يحيى. تمام. هو اللي كان طالبني بالاسم وكده. تمام. فلما رحت لقيت الكابتن ايهاب جلال، طبعا اتفاجئت ان هو موجود، وبعد كده الكابتن طارق راح المصري، فمن هنا بقى حصل يعني ان مشاكل شويه والكلام ده، لان الكابتن ايهاب انا ما كنتش اعرفه ولا هو يعرفني، بس الحمد لله. لعبت مع الكابتن عادل صديق، طبعا دي السنه اللي انت لعبت فيها مع الكابتن عادل صديق، دي احلى سنه لعبتها في حياتي بجد بعد النادي الاهلي. كابتن عادل صديق شرف لاي حد ان هو يتمرن تحت ايده. تمام. والله بجد دي شهاده. الراجل ده يعني بجد اثر معايا جدا، الراجل ده علمني حاجات في الكوره كويسه جدا. اقول الاسم اللي هو كان مسموه لك؟ كان مسموه لك مسميك الرايق. الرايق. هو عشان انا لعبي رايق كبير، وطبعا كون ان هو يكون عندك من النادي الاهلي، جاي من نادي له تاريخ واكتشافك يا كابتن عادل، انت اللي جبته النادي بني عبيد. وعمل كان اضافه كويسه جدا، عمل سنه كويسه جدا وصعد بالفرقه. لسه بفكره بماتش المصري في كاس مصر في برج العرب في دوري 32. تمام. عملنا ماتش جامد جدا طبعا. انما عمرو كان اضافه لنادي بني عبيد، وكان له دور رئيسي في الصعود الحمد لله، وشوفوا عملنا موسم جيد جدا. تمام. وجود عمرو اشرف يعني لما يجي لك لعيب من النادي الاهلي اكيد عنده حاجات قويه يعني، وكان عاطي ثقه للعيبه زمايله جوه الملعب. الحمد لله والشكر لله برضك، دي حاجه بتتحسب في نادي بني عبيد، ان كان عندنا عمرو اشرف من النادي الاهلي موجود، وكان له دور في الصعود الحمد لله. زميله سمر السيد، سمر حسن جدي كده، بابا حسن السيد صح؟ سمر سمر. زميله سمر، قولي لنا كده يعني مقتطفات عن الدوري المصري.
انا شايفه ان الاهلي متصدر ب 52 نقطة، وده مش عشان هو انتمائي والله، بس انا احنا منبهين من قبل كده باسبوع حقيقة احنا منبهين قبل كده باسبوع ان انت تكون الحيادية. لا هو النادي الاهلي ما متصدر فعلا، هو تمام وما فيش حد هيحصل. انت كنت زملكاوي قبل على كابتن عادل؟ انا اقتنع يعني، حقدر اقول مثلا ان النادي الاهلي مش متصدر، كابتن عادل ما عندوش 4-2 زملكاوي، بس كابتن عادل زملكاوي صميم. لا انا عندي اسرتي زملكاوي، بص تليته اتغير 180 درجة. عندي محمد عادل اهلاوي، عندي مامة محمد اهلاويه، عندي ساره اهلاويه، مي انا وميرنا بس اللي زملكاويه في البيت. وبعد الحلقه ممكن نغير اهلاوي. اتفضلي يا سمر. بعيد ان الاهلي هو المتصدر، بس انا دايما بشوف لما باجي اتفرج على الاهلي، انا بتفرج على لعيبه تمام، طبعا روح المجموعه موجوده، بس انا بحب اتفرج على اللعيبه زي برضو ما اتفرج على في الزمالك، برضو في ناس لعيبه انا بحب اتفرج عليها تمام، بس اكيد لما هيجي الاهلي والزمالك هتروح لانتمائك، بس هتشجع في الاخر اللعبه الحلوه، بس مش متعصبه ولا حاجه. يعني انت يعني ايه بتفهمي في الكوره ومش متعصبه؟ الاهلي لو لعب مباراه وحشه هتقولي وحش وكان اداؤه سيء وبتضايق، وفلان كان وحش بتقيميهم يعني؟ لا اكيد طبعا. طب مين بتحبيه في النادي الاهلي بقى، ومين بتحبيه في نادي الزمالك؟ معاك ورقه تكتب؟ لا قولي واحنا معاك. طبعا علي معلول، رمضان صبحي، واحنا طبعا كجمهور اهلي قبل ما نكون شغالين في الكوره احنا بنتمنى ان الازمه بتاعه رمضان صبحي تخلص لصالح اللاعب، لان النادي الاهلي عمره ما اتمنى لاي لاعب من اللعيبه بتاعته ان هو يخسر، سواء هيكمل مع النادي او هيكمل مع اي نادي هو يختار. تمام. العفياجي صح. طبعا بحب من الجيل القديم، بحب كل لعيبه الاهلي سواء ولاد النادي او اللي لسه داخلين على النادي الجديد، بحب ناس كتير جدا. في محمود علاء بحب لعبه في الزمالك. ايه رايك في اداره محمود الخطيب، الاداره الهاديه الرزينه في اداره النادي الاهلي؟ يعني كابتن محمود الخطيب انا اقل من اللي انا اتكلم عنه. تمام. يعني كابتن محمود الخطيب ده انا بحس ان هو رئيس جمهورية الأهلي، يعني هو فعلا ليك. شو انت الاحراج؟ طيب كويس، ما هو دي حاجة كويسة ان كابتن محمود الزملكاوية بيحبوه، واحنا برضو بنشوف نماذج كتير جدا. على فكرة اللي انت ما تعرفوش، الكابتن محمود الخطيب من المنصورة، والمستشار مرتضى منصور من المنصورة، الاثنين من المنصورة. متضايق ليه؟ انت بتسلمني على وكده. يعني هو كابتن مرتضى انا يعني بحسه ان هو شويه هو قلبه على النادي الاهلي. أيوة. النادي الزمالك هو، بس هو يعني على سجيته شويه ان هو بيتكلم من قلبه، هو فعلا بس هو عفوي خايف. هو عفوي، ما هو العفوي الانسان اللي هو يعني صوته عالي وبيبقى عفوي، انسان طيب، انسان يعني. كابتن محمود الخطيب هادي شويه قراراته، يعني هو برضه هو من ايام ما كان لاعب، انت ما حضرتوش وهو بيلعب، كان بيلعب كره جميله جدا وكره رقيقه، كان بيعرف يجيب جون في اي وقت، حاجه امكانيات. كابتن عادل صديق هيكلمنا بقى على محمود الخطيب. لا انا زي ما عشان هو اللي عاشره يعني وشافه. احنا بنهنيه النهارده، بيفتتحوا استاد السلام النهارده، بنهنيهم استاد النادي الاهلي ونهنيهم. بنبارك النهارده من خلال كره البلد للنادي الاهلي بمناسبه يعني افتتاح استاد النادي الاهلي، خدوا نادي السلام لمده 25 سنه وكده بقى نادي السلام اسمه النادي الاهلي. كابتن عادل صديق قول لنا النهارده انطباعاتك نحو الكابتن محمود الخطيب. بقول مبروك اولا للنادي الاهلي على الحاله الجميله اللي عاملينها في استاد النادي الاهلي، بقى بلاش استاد السلام خلاص. شفنا المنظر امبارح، الاستاد حاجه تحفه رياضيه زي ما بيقولوا، وهتبقى اضافه للاستادات في مصر كلها. طبعا كابتن محمود الخطيب مش هقول بقى ان احنا مش هنتكلم عنه، محتاج حاجات كتير او وقت كتير تتكلم عن محمود الخطيب كقيمه كلاعب وكقيمه كرئيس نادي حاليا. كان طبعا كابتن محمود الخطيب احسن لعيب في مصر واحسن لعيب في افريقيا وفي العرب، حقق بطولات مع النادي الاهلي، حقق بطولات كبيره جدا طبعا، يعني كل مصر وكل العرب كانوا يعرفوا بيه، ما مش عايز اتكلم يعني. كان اللي بيميزه كمان قبل اللعب وقبل اي حاجه اخلاقياته العاليه طبعا. فبقول الكابتن محمود الخطيب قيمه رياضيه وقيمه يجب تذكر حتى لاولادنا او اللي ما عندوش فكره عن تاريخ كابتن محمود الخطيب. والنهارده بيتوج كابتن محمود الخطيب ان هو رئيس للنادي الاهلي. تمام. من مسيرته مش اي حد يبقى رئيس للنادي الاهلي، ومش اي حد برضه يبقى رئيس لنادي الزمالك. تمام. انما الكابتن محمود الخطيب قيمه، وبنتمنى يا رب يبقى كل اللي بيحصل دوت في صالح الرياضه في مصر. الزميله سمر النهارده كلمه اخيره بتوجهها لبرنامج كره البلد، تقول له ايه؟ لا اوجه لك باسمك بقى. اتفضل.
اتفضل. استاذ محمد، انا كره البلد من اول ما انت قلت لي عليه وقلت لي على فكرته، وانت عندك هدف بتحققه في البرنامج. تمام. وشايفه ان دايما الهدف بتاعك ان انت بتعمل محتوى اخباري كويس، لان طبعا حد راجل مراسل اشتغل في الاذاعه واشتغل في شباب الرياضه، فعارف ازاي اقدم المحتوى الاخباري الاعلامي المحايد، وده انا بحب جدا ان انا اتابعك، ودايما بحب اشوف ضيوفك لان بتختار برضو ضيوف على مستوى بتقدر تجمع وتعمل توازن ما بين الاقسام كلها، مداخلاتك كلها كويسه، وانا مبسوطه ان انا النهارده ضيفه معاك. انا اللي اتشرفت بيك النهارده يا سمر. تسلم يا استاذ محمد، وان شاء الله مش هتكون النهايه، يعني هتكون مع بعض في الحلقات القادمه ان شاء الله باذن الله. كابتن النادي الاهلي السابق الكابتن عمرو اشرف، كلمه اخيره بتوجهها بتقول ايه؟ انا بقول لحضرتك مبروك على البرنامج، وان شاء الله يعني تكسر الدنيا، وانت تستاهل كل خير يا كابتن محمد، وانا مبسوط ان انا مع كابتن عادل النهارده واستاذه سمر، وانا ان شاء الله يعني البرنامج ده يكون بيكسر لك الدنيا، وربنا يوفقك في اللي جاي. كابتن عادل صديق، كلمه اخيره بتوجهها النهارده في نهايه هذه الحلقه. بس اقول كلمه لمحمد عادل في اسبانيا. تمام. هو عنده ماتش بكره ترقي للصعود للممتاز في اسبانيا، بتمنى له التوفيق يا رب ان شاء الله باذن الله. وبشكرك على الحضور النهارده اللي احنا معاك، وبشكر اسره البرنامج والمخرج الجميل الاستاذ وليد، يعني عامل حاجه كويسه جدا، وبشكر حضور عمرو النهارده، وطبعا سعدت بيه بقالي فتره ما شفتوش، والكابتن سمر طبعا، ونتمنى نشوفهم في برامج اكتر، وبتمنى لكم نجاحات اكتر واكتر في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين الكرام، كنا معاكم على مدار ساعه في برنامج كره البلد، كره البلد في كل بيت في البلد. بنشكر تواجد الكابتن عادل صديق المدير الفني لنادي بن عبيد. شكرا. بنشكر الزميله الاعلاميه المتميزه سمر حسن، وبنشكر تواجد نجم النادي الاهلي ونجم الزمن الجميل الكابتن عمرو اشرف حبيبك. وكان معانا في الفقره السابقه ايضا كابتن حمدي مرجان الناقد الرياضي. بنشكر رئيسه التحرير المتميزه مارينا جمال، وبنشكر مخرج الروائع ومخرج الإبداع الأستاذ وليد عمارة. وبنشكركم أعزائي المشاهدين على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.